هلا مرحبا، انا دينا من مصر. انا بس كنت عايزه اتكلم عن الاجواء المونديالية هنا. انا بجد سعيده وفخوره جدا ان احنا قدرنا كدوله عربيه، وانا بتكلم ان احنا بصيغه الجمع، لان قطر بتمثل كل الوطن العربي، مش بس ان هي كدوله عربيه اللي هي قطر بس، لا هي بتمثل كل الدول العربيه. وده فخر لينا ان بطوله عالميه زي دي بتقام على ارض عربيه. ومبسوطه جدا ان احنا قدرنا ان احنا نفرض على الغرب عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، وقدرنا ان احنا نوصل رساله انه مش لازم نتخلى عن اخلاقنا وعن ديننا عشان خاطر ان احنا نواكب العصر او نكون يرضوا عننا، الغرب يرضى عننا. فاحنا اقمنا بطوله عالميه بس بنكهه عربيه، وده اللي بيميز بطوله زي بطوله الكاس العالم في قطر. الاجواء هنا خياليه، سواء في سوق واقف او في مشارب او في كل الاماكن، كتاره كل الاماكن. بصراحه قطر عامله مجهود خرافي، وحسينا ان فعلا 12 سنه فعلا قطر قدرت ان هي تغير البلد تماما، وقدرت ان هي فعلا تكون كفيله وجديره بان هي تعمل اجواء مونديالية فخر لكل العرب. فبالتوفيق لكل المنتخبات العربيه، وان شاء الله مزيد من النصر كده باذن الله. ميرسي قوي. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.